بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم دكتورة ياسمين مجدي، والنهاردة هنكمل محاضرات مقرر مراجعة واحد للفصل الدراسي الصيفي. النهاردة هنبدأ مع بعض الفصل الرابع اللي في صفحة 98 في الكتاب بعنوان برنامج المراجعة وأوراق وعلامات وأدلة الإثبات في المراجعة. الفصل ده احنا هنشرحه على محاضرتين. النهاردة المحاضرة الأولى هنتكلم فيها عن برنامج المراجعة وأوراق وعلامات المراجعة، والمحاضرة الجاية إن شاء الله هنتكلم فيها عن أدلة الإثبات في المراجعة. طيب هنبدأ مع بعض دلوقتي الجزء الأول من الفصل اللي هو برنامج المراجعة وأوراق وعلامات المراجعة. برنامج المراجعة، لو حبينا نعرف ايه هو مفهوم برنامج المراجعة، برنامج المراجعة زي ما بنقول هو الخطة اللي المراجع بيحطها، الخطة الشاملة لعملية المراجعة كلها المراجع بيحطها وبناء عليها بيقوم باتباعها عشان يوصل ويجمع أدلة الإثبات الكافية. وهنعرف ايه هي أدلة الإثبات وأنواعها في المحاضرة الجاية. أدلة الإثبات الكافية دي اللي بتساعده ان هو يعمل عملية الفحص والتقييم، وفي الآخر بيدي رأي فني محايد عن مدى صحة وعدالة القوائم المالية. يبقى إذن برنامج المراجعة هو خطة المراجعة، برنامج المراجعة هو خطة المراجعة، الخطة الشاملة التفصيلية اللي المراجع بيمشي عليها عشان يقدر في الآخر عملية المراجعة يجمع أدلة الإثبات وفي الآخر يدي رأيه ويصدر التقرير اللي احنا شرحناه المحاضرة اللي فاتت وإيه هو المنتج النهائي. فيبقى المراجع عشان يطلع المنتج النهائي بيحط خطة، الخطة دي بتساعده إن يجمع أدلة الإثبات، بتساعده إنه يجمع البراهين والأدلة اللي تنفي أو تثبت الكلام الموجود في القوائم المالية، وبناء عليه بيطلع التقرير اللي بيكون فيه رأيه عن مدى صحة وعدالة القوائم المالية. طيب يبقى إذن عندي هنا البرنامج الهدف الأساسي منه أنه يتأكد من فحص نظم المحاسبة، نظم الرقابة الداخلية بشكل وافي، ويتأكد أن البرنامج المراجع المفروض أنه يتأكد أن البرنامج تم إعداده في ضوء نتيجة دراسة وتقييم نظم المحاسبة ونظم الرقابة الداخلية. يبقى إذن عندي هنا البرنامج خطة شاملة، الغرض منه أنه يتأكد من فحص نظم المحاسبة والرقابة الداخلية، ويتأكد كمان أن النظام فعلا أو البرنامج والخطة الشاملة دي تعدت في ضوء أنه هو قدر يقيم نظم المحاسبة ونظم الرقابة الداخلية. يبقى إذن بناء على الكلام ده نقول أن برنامج المراجعة بيحقق هدفين أساسيين، والهدفين دول بيتحققوا في نفس التوقيت. أول حاجة البرنامج زي ما قلنا هو خطة شاملة، يبقى إذن هو ملخص للأعمال اللي المفروض يقوم بيها المراجع، والأعمال اللي المفروض يقوم بيها المراجع دي بيعملها قبل ما يقتنع إن نواحي البيانات المالية قد تم فحصها. يبقى هو ما يقدرش يوصل لاقتناع كامل إن كل البيانات اللي هو المفروض يفحصها أو كل العمليات اللي هو المفروض يفحصها عملها غير لما يمشي على خطوات إيه؟ البرنامج. يبقى إذن هنا بناء على الكلام ده البرنامج هو تعليمات فنية تفصيلية. خطة شاملة يبقى خطة تفصيلية، تعليمات تفصيلية المراجع بيديها ويطلب من المساعدين اللي بيساعدوه في عملية المراجعة ان هم ينفذوها. خلاص يبقى اذا هدف برنامج المراجعة هم هدفين اساسيين بيتحققوا في نفس الوقت. البرنامج هو ملخص للاعمال المفروض يؤديها المراجع قبل ما يقتنع ان كل النواحي المالية تم فحصها. تاني حاجة هو عبارة عن تعليمات فنية تفصيلية، المراجع الخارجي بيطلب من مساعديه أو القائمين معاه بعملية المراجعة إن هم ينفذوها. يبقى إذن عندي هنا تنفيذ المراجعة أو عملية المراجعة وفقا لبرنامج وخطة شاملة موضوعة بأحكام بقى، سواء طبعا عشان يقدر المراجع يحط خطة شاملة تفصيلية تعليمات تفصيلية فنية، فده يحتاج لخبرة، يحتاج لمهارة وتأهيل مهني وعلمي عالي زي ما احنا اتكلمنا عن التأهيل المهني والعلمي المحاضرة اللي فاتت. خلاص، وان هو يدرس كل الظروف المحيطة بعملية المراجعة، ويدرس كل الظروف اللي بتتعلق بالمنشأة أو الشركة اللي هو بيفحصها وموضوع الفحص والمراجعة. وطبعا خطة المراجعة أو برنامج المراجعة بيتعلق بالتكليف الصادر من العميل للمراجع، يعني كل برنامج مراجعة بيتغير وفقا للتكليف من العميل المراجع أو الإدارة أو الشركة اللي على صدد أنها تعمل عملية المراجعة للمراجع الخارجي. كل الحاجات دي
لما يعمل عملية برنامج مراجعة أو خطة شاملة للمراجعة قايمة على خبرته ومهاراته، وقايمة على دراسة تفصيلية لكافة العوامل المحيطة والظروف المحيطة بالمنشأة محل المراجعة عملية المراجعة نفسها، ولو قايمة كمان على تحديد التكليف الموجه من العميل للمراجعة، كل ده هيوفر على المراجع الوقت والمجهود ويخليه يؤدي عملية المراجعة ويوصل للهدف الهدف اللي هو مفروض يعمله، أو اللي هو يصدر التقرير بتاعه بدون أي بذل أي مجهود أو وقت أو ضياع أي وقت أو مجهود. تمام؟ طيب طبعا أنواع برنامج المراجعة، لو احنا قلنا من المنطقي ان احنا ما نقدرش نحط برنامج موحد لاجراءات المراجعه بحيث ان احنا نقدر نطبقه على كل المنشات ومختلف المنشات والشركات باختلاف النظام المحاسبي واختلاف نظام الرقابه الداخليه، ولو حتى الشركات اتمثلت في نوع، يعني مثلا شركات بتنتمي لقطاع الاسمنت او شركات بتنتمي للقطاع المالي، ف حتى مع تشابه نوع النشاط برضو الشركات بتختلف ظروف العمل النظم المطبقه واختلافها في التنظيم الاداري. بعض المراجعين بيقولك احنا نستخدم البرنامج النموذجي او الستاندرد بروجرام. طب ايه هو الستاندرد بروجرام ده؟ هو برنامج شامل للاجراءات اللي ممكن نطبقها في مراجعه نوع معين من المنشات والشركات. يعني مثلا شركه زي شركة غزل ونسيج، شركات غزل ونسيج، فاحنا هنطبق البرنامج ده في كل الشركات اللي بتقوم بنظام الغزل ونسيج او اللي هي نشاطها نشاط الغزل والنسيج. تمام؟ المراجع طبعا بيقوم بتعديل البرنامج ده لما تسند ليه عملية جديدة، او مثلا على سبيل المثال حصل تغير في ظروف الشركة او المنشأة عشان يتماشى البرنامج مع الاوضاع الجديدة. ده بعض المراجعين وبعض الاتجاهات بيدافعوا عن ان احنا نستخدم البرنامج النموذجي، برنامج لكل شركة او لكل طبيعة نشاط واحنا نطبقها، او لكل طبيعة تنظيم اداري او كل طبيعة نظام مطبق او ظروف عمل ونطبقه مع بعض التعديلات البسيطة لو في اي تغير في الظروف. طبعا اصحاب الاتجاه ده بيدافعوا عن السلوك ده في ممارسة المهنة ان احنا ما بننساش اي عنصر من عناصر المراجعه او اي وقع في عمليه المراجعه، وكان وايضا ان دافع من شانه ان هم ما يسهوش عن اي اجراءات بيكون ضروري في مراجعه الاحداث والصفات والعمليات للنوع ده من الشركات والمنشات. يبقى احنا هنتبع البرنامج النموذجي اللي بيطبق حسب كل نوع شركه او حسب كل طبيعه نشاط، ان احنا لما نطبق البرنامج ده مش هننسى اي اجراءات خاصه بعمليه المراجعه او اي وقع خاصه بعمليه المراجعه، وكمان مش هنطبق اي اجراءات غير ضروريه لان احنا نبقى عارفين ان الشركة دي او طبيعة النشاط ده بيطلب 1 2 3 في عملية المراجعة، فاحنا هنطبقها في كل شركة بتتبع نفس طبيعة النشاط. طيب ده اللي بيدافعوا عنه بيقولوا ان ده مميزات البرنامج النموذجي، لكن هنلاقي ان البرنامج النموذجي ده برضو بيؤخذ عليه ان هو بيخلي المراجع خاضع وحبيس لاجراءات ما تكونش لازمة. يعني ممكن على سبيل المثال في اجراءات طبيعه شركات صح هي نفس النوع، بس في طبيعه شركات مش محتاجه الاجراء اللي مطلوب ان المراجع حطه في البرنامج النموذجي. ده غير ان طباع البرنامج النموذجي ده هيخلي المراجع مش بيواكب التطورات المستمره في اعمال المنشات واحجامها وانظمتها. يعني برنامج الشركه والنظام بيتطور طبقا لتطور طبيعه النشاط، فلا المراجع مادام هيلتزم برنامج النموذجي يبقى مش هيطور عملية المراجعة وهيطور خطة المراجعة وفقا للتطورات اللي بتحصل في الشركة. يعني اللي ممكن يكون نافع للمنشأة النهاردة ممكن ما يكونش نافع ليها بكرة، وممكن ما يكونش مثمر ليها في سنوات جديدة نتيجة للتغير الظروف المحيطة بالمنشأة. طيب ازاي بقى التحديات دي وتجنب لأي مشاكل؟ معظم المراجعين عدلوا او بعدوا او قرروا ان هم يعدلوا او يبعدوا عن تطبيق او الاخذ بنظام البرامج النموذجيه في تعميم عمليه المراجعه، وقال لك احنا هنمشي حسب برنامجين تانيين او نوعين تانيين. النوع الاولاني برنامج المراجعه المحدد مقدما، والنوع الثاني برنامج المراجعه اللي بيتم تصحيحه اثناء التنفيذ. يعني ايه برنامج المراجعه المحدد مقدما؟ يعني انا هدخل الشركه هبقى عارف طبيعه النشاط فعارف ظروف المنشاه فهحدد البرنامج قبل ما ابدا عمليه المراجعه. النوع الثاني بقى البرنامج انا هعمله واحدده وانا بنفذ لو في اي حاجه عايز اغيرها هغيرها في البرنامج. يبقى النوع الاولاني هو هيدخل يحدد البرنامج، هيدرس طبيعه الشركه وطبيعه المنشاه ويحدد البرنامج.
النوع التاني هيبقى يحدد البرنامج وهو بينفذ ممكن يعمل عملية تعديلات في البرنامج. ده نتيجة العيوب اللي ظهرت في البرنامج النموذجي لعملية المراجعة. طيب ايه هي بقى العوامل اللي مفروض ناخذها في الاعتبار، او ايه هي العوامل اللي المفروض يحطها المراجع في اعتباره عند اعداد برنامج المراجعة؟ اول عوامل واهمها ان المراجع ان البرنامج ده يكون مرن، خطة مرنة ممكن اطورها نتيجة تطوير ومقتضيات ومتطلبات الشغل. يبقى اول عامل من العوامل وده اهم العوامل في رأيي ان المفروض المراجع ياخدها في الاعتبار لما نيجي نعد برنامج المراجعة، ان البرنامج يكون مرن قابل للتطوير لمقتضيات متطلبات العمل. تاني حاجة عندي، المراجع ما يعتبرش ان البرنامج ده هو خلاص هو ده اللي هيعمله بس، لا، البرنامج هو دايما حد ادنى للاعمال، خطة تفصيلية او تعليمات فنية تفصيلية، ولكن حد ادنى للاعمال المراجع مفروض يعملها ما يقلش عنها، وقد تزيد نتيجة مقتضيات الاحوال او نتيجة ان هو مثلا هو بيراجع عملية المراجعة تظهر عنده حاجات جديدة محتاج ان هو يبص عليها او مش موجود مذكورة في الخطة، فيبدأ يحط التفصيلات او يبدأ يزود عن الخطة الموضوعة. تالت حاجة عندي، لو المراجع بيقوم بعمليات مراجعة متكررة، يعني نفس عملية المراجعة بيقومها في كذا شركة، او عملية المراجعة بيقوم بنفس عملية المراجعة للشركة الواحدة على مدار عدد من السنوات، يبقى لازم يراجع برامج المراجعة السابقة، يعدل فيها. لو انا النهاردة هعمل المراجعة للشركة دي وعملها السنة الجاية، يبقى انا كنت عامل خطة السنة اللي فاتت، لا، راجع الخطة اللي انا عاملها او برنامج المراجعة اللي انا حطه، لان اكيد هحتاج اطور فيه او اضيف عليه او اشيل منه بعض الاجراءات. كمان اللي بيعمل برنامج المراجعة مش اي مراجع وخلاص، او اي واحد موجود في عمل في فريق المراجعة، لا، اللي بيقوم ببرنامج المراجعة هو احد الشركاء، والشركاء دول بيكون عندهم شريك المراجعة اللي هو المفروض ان هو بيمضي على تقرير المراجعة، او بيكون احد الشركاء في مكتب المراجعة او المشرفين على عملية المراجعة، عشان يكون عنده الخبرة المطلوبة والكفاية اللازمة. يبقى اذا اللي بيقوم بعملية المراجعة احد الشركاء والمشرفين اللي هم بقالهم فترة طويلة بيقوموا بعملية المراجعة. كمان حاجة، واحنا بنحط خطة المراجعة او برنامج المراجعة ما تقولش الاجراء ده لم يتنفذ في يوم او في ساعة، لا، ما تحطش وقت محدد للتنفيذ، لان في بعض الاحيان المراجع وهو بيراجع او بيكون بقى بيقوم بالعمل الفعلي ممكن يلاقي ان احد الاجراءات اللي متحدد لها فترة زمنية ما محتاجة فترة زمنية اكتر او اقل من اجراء تاني اتحدد له فترة زمنية اخرى. يعني مثلا ممكن اقول ان الاجراء ده محتاج من عملية المراجعة ساعة، ولكن والاجراء التاني محتاج من المراجع يومين، ولكن المراجع هو بيقوم بعملية المراجعة يكشف ان الاجراء اللي محتاج ساعة ممكن يفوض يتعمل في يوم، والاجراء اللي يتعمل في ساعتين مفوض يتعمل في ساعة، او يتعمل في يوم مفوض يتعمل في ساعة، او يتم تجاهله ما يتعملش اصلا. فبالتالي ما اقدرش احط وقت محدد للتنفيذ. كمان حاجة، واحنا بنحط البرنامج العمل وبنقسم او برنامج المراجعة وبنقسم الشغل بين الاعضاء فريق المراجعة، لازم احدد كل واحد هيعمل ايه وفقا لخبرته والفاعلية ان هو قدرته ان هو يوصلني للمنتج النهائي بتاعي في وقت اقل. يبقى اذا عندي انا وانا بعمل عملية او انا بحط برنامج المراجعة وبقسم الشغل، اخلي بحط في اعتباري خبرات وفاعلية فريق العمل اللي شغال معايا. ده بالنسبة للجزء الخاص ببرنامج المراجعة. الجزء الثاني من المحاضرة عندنا هو أوراق وعلامات المراجعة، وإيه هي مفهوم أوراق وعلامات المراجعة. لو جينا عرفنا أول حاجة أوراق المراجعة، احنا قلنا المراجع بيجمع أدلة إثبات تتأكد أو تنفي البيانات الواردة في القوائم المالية. يبقى أوراق المراجعة أن هي الأوراق اللي بيثبت فيها المراجع كافة الأعمال والإجراءات اللي بيقوم بيها أثناء العمل، عشان يتحقق من الأمور دي بتسير في مجراها الطبيعي. ده من ناحية، ومن ناحية تانية عشان تكون سجل أولي ومادة واضحة عند التقرير. يبقى برنامج الأوراق العمل دي هي أوراق المراجع بيجمعها عشان يتأكد أن هو عمل كل الإجراءات والأعمال المطلوبة منه، وأن كل الإجراءات والأعمال مشت بشكل طبيعي، وده سجل أولي عشان يعد التقرير. ونخلي بالنا الأوراق المراجعة دي بتخص المراجع، يعني أدلة الإثبات اللي هناخدها المحاضرة الجاية إن شاء الله دي ممكن يطلع عليها الإدارة أو أطراف الأطراف ذات الصلة بعملية المراجعة.
خلاص. لكن اوراق المراجعه دي ما بيطلعش عليها غير المراجع الخارجي، وبتكون اوراق خاصه بيه هو، محدش بيشوفها غيره ومحدش يعرف عنها حاجه غيره هو، ودي عشان ياكد شغله ويثبت الشغل اللي هو عمله ويأكد ان هو عمل كل الاجراءات والمطلوبة منه او المفروض ان هو يعملها، تمام. طيب ايه هي بقى البيانات او ايه اوراق العمل اللي بيطلبها المراجع او اللي بتكون مع المراجع الخارجي؟ اوراق المراجع عندي بتنقسم لنوعين: بيانات دائمة، ودي بيضيفها وبيضمها الملف الدائم للمراجعة، وبيانات جارية، ودي متعلقة بعملية الفحص والمراجعة وبيضمها الملف الجاري. يعني بيانات موجودة على طول ما بتتغيرش، ودي بتبقى موجودة في ملف على طول لعملية المراجعة، وبيانات بتتعلق بالعملية اللي هو بيعملها بالوقت الحالي او العملية المراجعة اللي بيعملها دلوقتي، خلاص. طب ايه هي البيانات الدائمة اللي بيضمها في الملف الدائم للمراجعة؟ عندي اول حاجة نبذة تاريخية عن المنشأة وطبيعتها واغراضها، ملخص النظام المحاسبي المتبع، قائمة بالدفاتر والسجلات، صورة من دليل الحسابات، صورة من التوقيعات، القرارات الهامة الخاصة بالمنشأة، محل المراجعة، بيان بفروع المنشأة، نسخة من القوائم المالية، وملخص للعقود القائمة أو الالتزامات اللي ارتبطت بيها المنشأة لمدة طويلة. لو نبص على الحاجات دي، المراجع بيجمع الحاجات دي لو هيقوم بعملية المراجعة السنة الجاية والسنة اللي بعدها، وي وي وي، كل البيانات دي مفروض تكون عنده موجودة لأنها هتبقى موجودة لفترة زمنية طويلة، أو لأنها بيانات مش هتتغير، يعني تاريخ المنشأة وطبيعتها وأغراضها مش هتتغير، ملخص النظام المحاسبي المتبع مش هيتغير، ولو اتغير المراجع هيتبلغ بيه، قائمة الدفاتر والسجلات اللي الشركة بتمسكها مش تتغير، ولو اتغيرت هيتحط عليها ويتقلها ويتحط تعديلات القائمة الدفاتر والسجلات، ما بيتغيرش من السنة للتانية. دليل الحسابات ما بيتغيرش، التوقعات صورة التوقعات ما بتتغيرش، توقيع المدير ما بيتغيرش من السنة اللي بعدها، بيان بفروع الشركة ما بتتغيرش، عقود الدائمة أو القائمة أو التزامات اللي بتقبض بيها الشركة لفترة طويلة ما بتتغيرش من السنة التانية، بتبقى تكون لفترة زمنية أكتر من السنة. دي البيانات الدائمة اللي بيضمها الملف الدائم لعملية المراجعة. أما البيانات الجارية المتعلقة بعملية الفحص والمراجعة، ودي اللي بيضمها الملف الجاري، دي بتبقى أول حاجة صورة من قرار الجمعية العمومية بتعيين، أو صورة من العقد المبرم ما بين المراجع والعميل في حالة منشآت الأشخاص. يبقى أنا لازم يحط في ملفه الجاري صورة من العقد اللي ما بينه وما بين الشركة، اللي هو خطاب الارتباط وشروط الارتباط والكلام ده كله. تاني حاجة عندي صورة من الخطابات المتبادلة من المراجع والعميل. أنا المراجع بيطلب للعميل أنا عايز 1 2 3 4، فالعميل بيرد عليه، فكل ده بيحطها في الملف الجاري لأنها بتخص عملية المراجعة الحالية. كمان صورة من برنامج المراجعة، احنا عارفين إن برنامج المراجعة بيتعدل وفق الكلام احنا قلناه من عملية للتانية. ملخص لمحاضر جلسات الإدارة والجمعية العمومية عن السنة محل المراجعة. ملخص القيود والتسويات للعمليات اللي بيراجعها المراجع حاليا. محاضر الجرد المختلفة، وصورة من التقرير النهائي عن السنة محل المراجعة، أو عن القوائم المالية محل المراجعة، المرتبطة بأول حاجة خالص اللي هو القرار والعقد المبرم ما بين المنشأة محل المراجعة والعميل، أسف، والمراجع. يبقى إذن عندي هنا أوراق المراجعة زي ما قلنا هي أوراق بتثبت الدور اللي عمله المراجع، بتخص المراجع لوحده، محدش بيبص لها، ما حدش بيشوفها غيره، محدش بيطلع عليها غير المراجع، بتنقسم ما بين بيانات دائمة وبيانات جارية. ده بالنسبة لأوراق المراجعة. طيب إيه هي بقى الجزء اللي بعد كده وآخر جزء في المحاضرة؟ هي رموز وعلامات المراجعة. رموز وعلامات المراجعة دي بقى حاجات علامات محددة بيستخدمها المراجع الخارجي في كل عملية، وكل رمز بيتميز عن الرموز الأخرى وبيفصح عن نوعية معينة من نوعيات وخطوات العمل. يبقى الرمز ده علامة من علامات المراجعة، علامة المراجع بيحطها عشان يعرف احنا عملنا ايه في العملية دي، ويفهم من الرمز ده، لو يقعد يكتب كلام كتير لا، بيفهم بين الرمز ده ايه هو خطوات المراجعة اتعملت ازاي. طبعا الرموز دي والعلامات دي سر برضو من اسرار المراجع، ما يعرفهاش غير هو والمساعدين بتوعه، او هما والمعاونين اللي بيشتغلوا معاه في عملية المراجعة. يبقى الرموز دي خاصة بالمراجع، بتفسر له خطوات ونوعيات المعامل، سر ما يعرفوش غير هو والقائمين بالعمل معاه، يعني هو وفريقه، غير كده محدش يعرف الرموز دي خالص. طيب تعالوا نشوف امثلة على الرموز دي، وايه هي انواع الرموز اللي بيستخدمها المراجع الخارجي.
دلوقتي هنشوف العلامات اللي يمكن يستخدمها المراجع في العملية أو الحياة العملية عندنا. أول حاجة علامة الإكس أو الغلط، العلامة دي بتوضح إن بتوضع أسفل المجموع عشان تدل على إن إحنا راجعنا المجموع ده محاسبيا. يبقى أول حاجة علامة الإكس دي بتتحط أسفل المجموع عشان تدل على مراجعة المجموع محاسبيا. يعني المراجع لو حط علامة الإكس جنب المجموع يبقى كده إحنا راجعنا ان احنا الرقم ده مظبوط محاسبيا وحسابيا، يعني جمعنا الارقام وتأكدنا ان الرقم ده سليم. الميم دي بتتحط جنب مبلغ عشان تدل ان في مصادقة او شهادة بتأكد صحة او صدق الرقم ده. يعني لو مثلا على سبيل المثال في عملية بيع تمت او عملية شراء، فاحنا المراجع بيحط ميم جنبها، جنب الرقم او عملية دي، جنب الرقم موجود في قائمة مالية مثلا، عشان يأكد ان في شهادة او مصادقة بتأكد صحة الرقم ده. الداش عشان تعبر ان المبلغ الموضح ده اللي موجود في القائمة المالية اترحل من دفاتر القيد الاولي. خلاص. طيب يبقى الاكس هنحطها تحت مجموع عشان نشوف ان احنا نأكد ان احنا راجعنا المجموع ده حسابيا، جمعنا الارقام وتأكدنا الرقم ده صح. الميم هيتحط جنب المبلغ عشان ندل ان في مصادقة او شهادة بتأكد صحة وصدق المبلغ ده او الرقم ده. الداش عشان توضح ان المبلغ الموضح ده اترحل من دفاتر القيد الاولي، دفتر اليومية مثلا. الري عشان تعبر ان احنا صحة ان احنا رصدنا حسابات الاستاذ، ان احنا فعلا حسابات الاستاذ لما جينا نرصد ما حطيناش حساب مكان حساب او حطينا حساب نسينا حساب، لا احنا رصدنا حسابات الاستاذ صح. كاف بتوضح بتحط جنب اي مبلغ بالقوائم المالية او حسابات ختامية عشان تقول ان في كشف تحليل البند ده. لو انا جبت البند مثلا اصول ثابتة فبحط جنبه كاف عشان اقول ان في كشف تحليلي للبند الاصول الثابتة بيوضح لي البند ده وصل للرقم النهائي ده ازاي. خلاص. يبقى ده عندي العلامات عندي اللي موجودة في القائمة المالية، الاكس الميم او دي بعض العلامات، اكس ميم داش ري كاف، دول اللي بيوضحوا لي بعض الرموز والعلامات اللي بتتحط في القائمة المالية او اللي ممكن المراجع يستخدمها في الحياة العملية. بكده تكون المحاضرة بتاعتنا خلصت. ده الجزء الأول من الفصل الرابع زي ما قلنا، اللي بيتكلم عن أوراق وعلامات وبرنامج وأوراق وعلامات المراجعة. المحاضرة الجاية هتكلم عن أدلة الإثبات، وإحنا قلنا إن البرنامج المراجعة الهدف الأساسي منه في الآخر إن هو يجمع أدلة الإثبات اللي تثبت أو تنفي صحة القوائم المالية أو صحة الأرقام الواردة في القوائم المالية. فإحنا المحاضرة الجاية إن شاء الله هنعرف إيه هي أدلة الإثبات اللي المراجع بيستخدمها عشان يثبت أو ينفي صحة ما ورد في القوائم المالية، إيه هي أنواعها وإيه هو تعريفها وإيه أهم أدلة الإثبات المراجع بيجمعها أو اللي يهم إن هو يثق في نتائج الأعمال اللي وصل عليها، أو هي أكتر أدلة الإثبات الأكثر استخداما في عملية المراجعة. شكرا.